متابعي حلب اليوم، اهلا ومرحبا بكم في هذه الإحاطة الإخبارية من مدينة إعزاز. تخريج الدورة الثانية لتعليم السباحة والغطس في أكاديمية ديفويل بإشراف هيئة الرياضة والشباب في الحكومة السورية المؤقتة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في مدينة إعزاز شمال حلب. انتهت الدورة التي تخرج منها 135 طالبا بعمر يتراوح بين 4 و14 عاما في سباق نهائي حسب الفئات العمرية، وتضمن الحفل عروضا للطلاب في السباحة والقفز من المنصات. أقام مجموعة من الشباب في مدينة إعزاز الاجتماع الثاني لمناقشة التطورات والأحداث والمظاهرات الأخيرة التي شهدتها المنطقة. أكدوا على أهمية متابعة تطور الأحداث التي تمر بها المدينة والمنطقة عموما، وعلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات العامة في المدينة وعدم المساس بها، والتأكيد على ضرورة استمرار عمل المؤسسات والتصدي لكل من يعرقل عمل المؤسسات وأحداث الفوضى، والتأكيد على استمرار الثورة ومناهضة التطبيع مع نظام سلطة الأسد والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 769 حصة غذائية و769 حصة صحية بمدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، استفاد منها 4700 في المرحلة الأولى من المشروع. تم توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا في عام 2024. جامعة الشام نظمت المعرض العلمي الأول من نوعه في الشمال السوري بمشاركة كليات من الجامعة، حيث عرضت فيه أفكار وتجارب ونماذج علمية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتربط العملية التعليمية بقضايا الواقع. ويعكس هذا المعرض رسالة لتعزيز ارتباط البحث العلمي والتعليم بالمجتمع بمشاركة 25 وكالة ومؤسسة إعلامية، إضافة لعدد من الصحفيين والصحفيات المستقلين العاملين في مناطق شمال غربي سوريا. أقيم في مدينة إعزاز شمال حلب المؤتمر الأول للصحافة الأخلاقية، والذي نظمه ميثاق شرف الإعلاميين بالتعاون مع قناة حلب اليوم. المؤتمر الأول من نوعه في الداخل السوري، والذي جمع عددا من العاملين في المجالات الإعلامية الصحفية والمهتمين بالأمور الإعلامية. هذه إحاطتي لليوم، دمتم برعاية الله.